السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأريكم طريقة النشر التلقائي في مجموعة متعددة من الجروبات على فيسبوك مرة واحدة من الهاتف. نأتي إلى هذا المقال، سأترك لكم في الوصف رابط هذا المقال. ننزل أسفل هكذا إلى الأسفل تماما، في آخر المقال ستجد كلمة داونلود، ها هي. تعمل كليك على كلمة داونلود يفتح معك جوجل درايف، تجد فيه فيوفيد. تعمل كليك هنا على هذا السهم الموجود فوق وسيتم تحميل الأداة معك. هنا تعمل لها تيليشارجي، وافق، ولا داعي لأن تفتحها، إنما تأتي إلى جوجل بلاي وتحمل المتصفح كيوي، كيوي براوسر، هذا تعمل له انستالي، تحمله. انا هو موجود عندي اوريدي، تعمل له فتح، افتحه. مجرد ما افتحه يفتح معك بهذا الشكل. اذا هنا تعمل كليك على فيسبوك او تختار فيسبوك هنا في بار دو سيرش وتفتح الفيسبوك الخاص بك، تفتح الفيسبوك الخاص بك لتفتح معك الصفحة بهذا الشكل. تأتي الى هذا الثلاث نقاط الموجودة فوق، تعمل كليك عليها وتعمل كليك على اكستنشن، وثاني خيار، ثاني خيار هذا تعمل عليه كليك وستفتح معك ملفاتك الموجودة في الكمبيوتر. بعد ذلك تنزل وتجد فيو فيد مضغوطة بهذا الشكل على شكل زيب مضغوطة، تعمل عليها كليك، تعمل عليها كليك وسيتم تحميلها الى الفيسبوك. ها هي أصبحت موجودة عندنا في البراوسر كيوي. الآن نعود إلى صفحة الفيسبوك، نعود إلى الثلاث شرط وهذه البار، ننزل، ننزل هكذا إلى الأسفل فنجد فيو فيد موجودة بهذا الشكل. إذا هنا المطلوب أن تعمل سين إن، تسجل دخول إلى هذا الحساب. سين إن موجودة فوق هنا، تعمل سين إن وأنستال كروم extension، تعملها ها هي use this tool. use this tool يعني استعمل هذه الإعادة. تلاحظ هنا أنه أصبح أخذ اسم ورقم صفحة الخاصة بي. use this tool نعمل عليها كليك وستفتح معنا الأداة بهذا الشكل وتفتح معنا كل الجروبات الخاصة بنا. يعني هنا نكتب بوست، أنا جهزت بوست قبل هذا، ها هو، ها هو. وهنا تعمل رقم 10 وهنا كذلك رقم 10، يعني 10 ثواني بين كل نشر ونشر ورقم 10. ومن هنا تختار الجروب، إما تأتي هنا وتكتب مثلا استثمار وتعمل سيرش وسيفتح معك المواقع التي فيها استثمار بهذا الشكل وتعمل كليك هنا. ويوجد العديد، 112 هذا كثير جدا، لا. إذن سأختار بشكل يدوي وسأختار فقط التي أريد أن أنشر فيها. هنا أنتقل إلى الصفحة الثانية، استثمار مثلا تصبح زرقاء معناها اخترتها، أضغط عليها. إذا أخطأت ولا أو لا أريدها أو عملت عليها كليك بالخطأ، أعمل كليك مجرد ما تعمل عليها كليك فقد اخترتها. وهنا نختار الصفحات، الصفحة الرابعة مثلا، واختار مثلا هذا في الصفحة الخامسة. اذا هنا اختار كما اريد تماما الجروبات التي اريدها، وتلاحظ هنا انه يحسب عدد الجروبات التي اخترتها فوق، هنا فوق العدد يتغير، ها هو 5 إذا اخترت هذا، ها هي 6، فهو يحسب معي يساعدني. إذن هنا أختار أنا الجروبات التي أريد أن أنشر فيها هذا البوست. عدد الجروبات يجب أن يتراوح ما بين 20-25 إلى 30 جروب ماكسيموم، والوقت الفاصل ما بين كل نشر ونشر يجب أن يكون 4 ساعات. مثلا الآن الساعة 7، إذا أنشر على الساعة 12 ليلا مثلا،
وهكذا لا يتم حذرك ابدا، وتنشر كما تشاء. لكن اذا نشرت بشكل سريع يعني مباشره نشرت واعدت النشر واعدت النشر، سيتم حذرك بالتاكيد. واذا تجاوزت عدد كبير جدا مئات جروب او هكذا كذلك سيتم حذرك، فانا انصحك ان تتوخى الحذر في النشر بهذه الاداه لانه يعمل لك حظر. بعد ان تختار الجروبات بهذا الشكل تعمل كليك على بوست، وها هي كل الجروبات التي اخترناها، ها هي تدور الان. تلاحظ انها اصبحت بهذا اللون التي اصبحت باللون الاخضر، معناها تم نشر البوست فيها، والتي هي باللون البرتقالي معناها تنتظر اذن من الادمن. في بعض الاحيان تكون هناك اللون احمر معناها تم رفضها. نعمل كليك على واحدة خضراء، وهنا تلاحظ تعطينا فيو بوست يعني ترى هذا البوست، وها هي السلام عليكم واللينك الذي وضعناه. الان ها هي الان تلاحظ كلمة الان يعني تم نشره مباشرة، الان فقط تم نشره، وبالتوفيق للجميع.